أداء راق، إرادة كبيرة وطموح لتقديم الأفضل، سمات تميز بها محمد لامين زماموش أحد أفضل الحراس في البطولة الوطنية. تصدياته وعزيمته الكبيرة لطالما شحنت رفقائه في تحقيق النتائج الإيجابية. حارس الاتحاد فتح لنا قلبه في هذا الحوار الشيق الذي كشف فيه عن العديد من الأمور المتعلقة بمشواره الكروي. إذا محمد لامين زماموش، مرحبا بك معنا ولا في عندك هنا في ملعب أم أحمدي. محمد لامين زماموش حارس مرمى اتحاد العاصمة، أحد أحسن حراس البطولة الوطنية. اليوم رانا على موعد هام جدا لاتحاد العاصمة، لافاي تاع لو ماتش تاع كوب لاجيري لي 16 دو فينال ضد شباب باتنا، أبري أون فيكتوار ضد وفاق سطيف. كيش الأسبوع هذا، كيفاش راك تقيم فيه؟ نبداو بالأسبوع هذا قبل لا رونكونتر تاع لو كاب باتنا. محمد لامين زماموش، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم دانك في الملعب تاعكم هو ملعب بولوغين. الحمد لله دوك احنا الشيء الايجابي ولا لا فيكتوار ضد فريق وفاق سطيف اللي كانت مقابله صعيبه، وين احنا عرفنا كيف نسيروا المقابله. دوك المعنويات اللاعبين راهي مرتفعه، خاصه عندنا مقابله هامه هي اللي دور 16 في بطوله كاس الجمهوريه. ان شاء الله احنا رانا درنا تحضيرات في المستوى باش نكونوا في الموعد، وان شاء الله التاهل للدور القادم ان شاء الله. امين، باش نعاودوا نحكوا على الموسم هذا الحالي. العام اللي فات كان عندك اون بليسور وين راتت بزاف لي ماتش، اليوم نقدر نقولوا عاود النيفو ديالك عاود ولا تحسن، النيفو ديالك عاود ولا كيما كان. اون سيزون اللي بدات شويه ديفيسيلمون افيك دي شونجمون دونترينور، كي نقيموا لا فازاري تاع اتحاد العاصمه كيفاش تقيمها؟ بالنسبه لا بليسور تاع نعاود لا بليسور تاع كانت اون بليسور غراف، بالك الناس وين قالوا زعما مش بالك سي فانت كارير. انسان بالاراده والعزيمه تاعو، خاصه نشكر الناس اللي وقفوا عليا من بينهم اداره اتحاد العاصمه على راسهم رئيس ربو حداد اللي وقف معايا، بالاضافه الى رئيس الفيدراليه اللي قام بالواجب تاعو تجاهي باش وين راح درت العمليه في قطر لا ريديكاسيون تما، ميم طاقم طبي اللي كان لهنا في اتحاد العاصمه دي سي انا مستنك اللي وقفوا معايا في المحنه تاعي هذه. مي الحمد لله توليت المستوى تاعي ايضا بفضل الياس بن حاها اللي قام بالدور تاعو العام الفارط، خاصه وين بعت بتاعت الميادين لمده ست اشهر اللي خلاتني بالك نكون نقول بالك نحبس لاكاري تاعي. مي الحمد لله الاراده وفضل ربي اللي خلاني باش نعاود للنيفو تاعي. ما يخفاكش انك بدايه الموسم هذه كانت شويه بالنسبه لاتحاد العاصمه شويه صعيبه، خاصه مع التغييرات تاع المدربين، مهما كانت لو ريزيلتا كانت تغييرات المدربين، خاصه ما يخفاكش انك اللاعبين عندنا ليكسبيريونس باش نجوزوا هذو لي بيريود. وانا نقيمها بوزيتيف لانه باش تغير 12 لاعب في فريق راح تكون سيزون ديفيسيل بور لو شومون. مي الحمد لله رانا في المرتبه الثانيه، مي ان شاء الله نحن نسيروا مقابله بمقابله باش نحققوا مبتغات الفريق. اون كابيتان تاع اتحاد العاصمه من ذاك العام على كل حال كنت انكادر في الفريق، انت من بين ولا اقدم لاعب في اتحاد العاصمه 15 سنه بالك في اتحاد العاصمه. هذا الايفيكتيف تكلمت عليه، يا بوكو شونجمون، يا دي نوفيل تيت، دي نوفو جوار في لوسما هذا الموسم. سي فري كو ديبي كان ديفيسيل، مي لهذا العام الشامبيون كيما يقولوا واعره شويه عليكم بارابور العام اللي فات، كيفاش تشوف انت لا فاز روتور كيفاش حتكون مع ياسر؟ دوك ما يخفاكش حنا المباراه راح تكون صعيبه، راح تكون دائما نهائي بالنسبه لنا. دوك ما يخفاكش باش تبدل 12 لاعب راح تكون المهمه للفريق تاعنا العاصمه صعيبه في البطوله الوطنيه. ان شاء الله الانصار وان شاء الله الاداره يخموا الفريق يبنوا فريق جديد. ما يخفاكش دوك كاين 7 ولا 10 لاعبين راهم دي كادر تاع الفريق بالاضافه الى اللاعبين جدد. حنا دوك الانسان باش تخمم على البطوله الوطنيه حنا نخمو بالك على 3 4 5 باش لسما دائما تقعد في الاو نيفو. الجميع راهن على عدم عودة زماموش إلى مستواه عقب الإصابة التي أبعدته عن الميادين لفترة طويلة، إلى أن إصراره وثقة مدربه رضا عاصمي الحارس الدولي السابق مكن حارس الاتحاد من العودة إلى عرينه وإلى نسقه المعهود. ما يخفاكش بلي رضا عاصمي لعبت ضده، كان حارس في مولودية وهران ولعبت ضده، كانت علاقات كان الاحترام بيناتنا. دوك المدرب تاعي دوك لو بليز امبورطون هو بالنسبه له لو ترافاي مونتال
même le travail dans le terrain, il travaille sérieusement avec nous. خاصةً ما يخفلكش نقدر نتعاملوا معه بسهولة لأنه كان في البداية حارس سابق وراه ثاني مدرب حراس. بس ما نقدر نتكلموا معه عن بصف ده في الريسبي هذاك والاحترام والنتيجة زها وراي في يقول لك رانا من بين أحسن دفاع في البطولة الوطنية. أمير حامد قبل تلاقينا مع قبل قليل تلاقينا مع رضا عصيمي وكان يتكلم عليك هو أيضا كلاعب عنده اللي سي لو بريباراتور دي غارديان. نشوفوا واش تكلم عليك رضا عصيمي مدرب حرس اتحاد العاصمة الأمين زماموش ثم نعاودوا نقولوا الثلاثة. إي ما يخفلكش باللي في كرة القدم عندك دي بيليي وهذا هو في بارتي دو بيليي دو ليزما. علاش؟ لانه من 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 الاخلاق تاعو من الانضباط من السيريو من المستوى. يعني نقدروا نقولوا مستوى تاع زيماموش يعني راه معروف تقريبا راه تقريبا يقعد توجور خاصه حارس مرمى باش بوغ ماتيان لو كاب تاع توجور لو ميم نيفو سي با فاسيل. دونك هو في بارتي دي غاس دي غران غارديان و اي اون بليس دو سا الى ان نيسيو سيكولوجيك مع اللعابه اي بارل بوكو افيك تو الموند افيك لي جون. وهذه يعني من الصفات اللي يعني يحتاجها مدرب لمدرب يعني لو بروميير اونترينور ولا لونترينور دي غاردان. يعني لو كورون باس فاسيلمون وهذا هو اللي نتمناوه يعني في اي فريق. عندنا هاد لا شونس دافوار ان زيما في الفريق اتحاد العاصمه. كان هذا اذا رضا عصيمي مدرب حراس اتحاد العاصمه يتكلم على امين زاموش. كان تطرق على موضوع هام جدا اللي قال انت ريغولي حاب يقول المردود ديالك ولا مام سي فري كان غارديان لا بيزوان دات ريغولي من دا كاين دي غارديان وين ينقص النيفو تاعو يعاود يطلع. انت منين ريبرينيت تقول لا بليسور ديالك العام اللي فات امين هاد لا سيزون المردود راه لو مام سي لا ريغولاريتي هادي كيفاش تخدمها امين؟ من العام 2010 وانا في نفس المستوى بالنسبه للاعب حارس مرمى الشيء الاهم هو دائما يقعد في القمه وهذاك هو الشيء الصعب بالنسبه لحارس مرمى. الحمد لله دوك مشات الجامعه مشات مدرب الحراس تاعي نشكره على التقدير تاعو هذا. دوك الانسان دائما يكون ان اكزومبلير الحاجه الاولى لي جان اللي راهو معاه سيتو الفريق تاع اتحاد العاصمه وايضا الفرق الاخرى واللاعبين والحراس في الفرق الاخرى. ما يخفاكش باش تنجح وتلحق المستوى هذا لازم يكون انسان متواضع يكون سيريو في الخدمه تاعو باش تدي لو ريسبي هذاك ودائما تكون في القمه. اون بارلون دو كنا تكلمنا ايضا على الفريق الوطني البارح شفنا لا ليست تاع جورج ليكنز لا ليست جديده تاع ليكيب ناسيونال تاع لي لوكو اللي حيكونوا اون ستاج دو 18 ديسمبر حتى لو 21. اسكو سا ايتي بلاك سي اون سيربريز بور لي زوبسيرفاتور الصحفيين متابعين كره القدم؟ هل كانت مفاجاه ليك انت بما لقيتش اسمك في القائمه امين؟ دوك الانسان كما نقولها ونعاودها دائما انا عندي دوك 31 سنه 32 سنه عندي ليكسبيريونس في لي بيريود هادي. دوك جو ريسبكت لو شوا تاع لونترينور لا في بالك ان شاء الله يكون لا في ان بون شوا خاصه الحراس اللي راهم تما ثاني كم زملاء تاعي وكاين اللي راهم صغار عليا ان شاء الله نطلب مستوى مستقبل ان شاء الله زاهر في الفريق الوطني. دوك الانسان يخمم الفريق تاعو اللي عندنا مقابلات صعيبه. دوك باش نطرق هذه ثاني لو بوان هذا دوك انا دائما في الفريق الوطني دائما نمد صوره خاصه من جانب لا ديسيبلين ولا من جانب العمل دائما نكون 100%. مي دوك سي سا في فوتبولر تقدر تكون لا ما تكونش لا. دوك نخلي الناس اللي يقيموا المردود تاعي وان شاء الله دائما شويه على ديسبوزيسيون تاع ديك نوسون. امين باش بور ميت لي بوان سو ليزي كيما يقولوا كان بزاف مقالات صحفيه واحد الوقت كانوا تكلموا عليك على مشكل مع الفريق الوطني. اسكي ان كا زاموش في الفريق الوطني بكل صراحه هل هناك مشكل الفريق مع الفريق الوطني واعضاء من الفريق الوطني ولا لا؟ انا ما عندي حتى مشكل في الفريق الوطني لا بروف العام اللي فات وين الاصابه تاعي هي في لا فيديراسيون اللي عاونتني بفضل ثاني رئيس الاتحاد يا محمد رورا هو اللي خلاني باش ندير لوبيراسيون تاعي في قطر اللي راهو مشكور على هذه. مي بالك انا لو بوان اللي كان عندي اسمه مع المدرب السابق غوركيف وين ما يخفاكش مني كنت من بين بالك الحراس ولا من بين اللاعبين القدامى في الفريق الوطني. بالك اللي خلاتني نشوف في روحي بالك ما عنديش قيمه في الفريق الوطني خاصه في وين كنت نقدم العام الفارط بدايه الموسم كنت نقدم في مستوى خاصه في كاس كنت في لا تشامبيونز ليغ وين كنت نقدم في مستوى كبير كنت شايف روحي بلي نقدر نلعب في الفريق الوطني. مي لا غالب ما مكتوب ما كتبش تما وين قلت له انا طونك انت لونتيني تاع ليك ماسونا كانت عندي بالك جراه وكانت عندي شخصيه باش قلتها له قلت له جو ريسبكت كوم ان اونترينور
مي باش نقدر ما نقدرش نخدم هاك باش انا باش نكذب على روحي ولا نكذب على الفريق الوطني ما يسمحليش باش نكذب على الفريق الوطني. الفريق الوطني لازم يكون لاعب ولا حارس مرمى لازم يكون 100% وين قلت انا ما نقدرش نخدم هاك سي مون ديرني 16 حبي يقول اليوم كان امين يتلقى دعوه فريق وطني ماشي مشكل يعني عاود يعود وما عندوش مشكل مع الطاقم الفني هذا ولا المسيرين الفريق انا ما عندي حتى مشكل انا دائما الاحترام خاصه بالك من كما يقول لك من انسان بسيط في لافيديراسيون ولا في سيدي موسى حتى الرئيس الاتحادي دائما كانت علاقه طيبه معهم ما يخفالكش انا ثاني كاني تربيت في الفريق الوطني بالاضافه لاتحاد العاصمه مولود الجزائر انا ثاني تربيت في الفريق الوطني من صنف الاشبال وانا اني مع الفريق الوطني اسمه شغل راهي شغل العائله تاعي الثالثه ما يخفالكش مي الانسان دوك لا غالب هذه حياه ان غارديان ولا ان جوار الى اكسبت لي شوا تاع لونترينور مي ان شاء الله انا دائما اني واجد والشيء الايجابي فيا اني نقول دائما اني واجد باش نلعب ان غارديان كومبيتيتيف اللي يحب يلعب سي بيان بور ليكيب ناسيونال بيان سور سي سا اون بارلون توجور دو ليكيب ناسيونال امين انا قريب لا كوب دافريك مع لي دو كونتر بيرفورمانس اللي دارتهم ليكيب ناسيونال مع نيجيريا والكامرون بوكو ولاو شوية بيسيميست يقول لك باللي اون با بوكو دو شونس في لا كانادي اي اوسي لي زيميناتوار تاع لا كوب دي موند واش رايك نتايا انت تعرف مليح الفريق هذا تعرف بالك كاع اللاعبين اللي في الفريق سواء الجدد ولا القدم لعبت معاهم وحضرت في الطربوسات ايتو هل فريق وطني قادر يفوز بكاس افريقيا ولا يروح بعيد في كاس افريقيا ويتاهل كاس العالم ولا لي زوبجيكتيف شاك تشوف فيهم لي مالا دوك حنا دو فوا نروح كوب دي موند بليس لا كوب دافريك دائما ما عندناش لا شونس سي بالك اون 2010 وين لحقنا ديمي فينال دوك باش تنجح في الفريق الوطني باش تلحق المبتغى تاعك ان شاء الله انا نطلب من اللاعبين يكونوا سوليدار اونتر او باسكو لي كيمونسون لا ديفيرونس سي لو جروب اللي خلات لي ريزيتا بوزيتيف الفريق الوطني ان شاء الله يكونوا ان جروب سودي باش يلحقوا المبتغى تاعهم هذا هو الشيء الايجابي اللي كان من قبل الفريق الوطني كي يكون عندك ان جروب كوليكتيف مش كي حتى فريق في قاره افريقيه يربح الفريق الوطني ما يقولك في النهائيات هذه ان شاء الله نكون المناصر الاول للفريق وان شاء الله نطلب ان شاء الله الانسان ان شاء الله نتمنى لهم النجاح وان شاء الله تحصلوا على كاس افريقيا ان شاء الله سؤال بالك ما قبل الاخر بشكل عام امين كنت على بالنا بالك ليدول ديالك سي بوفون الا مانيش غلط بوفون سي ان غارديان يلحق جوسكا قريب 40 طون لي غارديان توجور يقول لك يلحقوا جوسكا ناج ان بو افونسي وقتاش امين يخمم يدي لا روتير ديالو اسكو يكمل يلعب الماكسيموم ولا ما يخفالكش كيش تيماجيني انت لا كارير ديالك كيما جبت لنا بوفون سي بالك لو سيريو تاعو ميم سان اكزومبلير في التيران والناس تحترمو ميم لادفيرسير يحترمو هذا هو الشيء الايجابي باش نجح ونحقق له سي لو ميور بارمي لو ميور غارديان دي مون دوك انا باش نهضر على المستقبل تاعي دوك الانسان دائما يكون متواضع العامل ثم العامل باش يلحق وين ما يخفاكش الاصابات اللي راه تاثر على اللاعب ولا الحارس ان شاء الله الانسان يا ربي يحفظه من العين ويحفظه من الاصابات باش يكمل المستوى تاعو ويكمل ان شاء الله لما لا يكمل بالك 4 ولا 5 دخول ان شاء الله هذا اليوم مبارك بولي سيبورتر دو لوسما على بالنا نسحقهم بزاف هاد نهايه الموسم ولا لا دوزيام فاز تاع لو شامبيون يا لا ليغ دي شامبيون لا كوب دالجيري مباراه مهمه جدا غدا ضد شباب باتنا ولو شامبيون بالك ميساج افير باسي لو بوبليك يوسميست ميساج بالك كم داروا هما بعد سي لو ماتش دو لونتون سيتي فوين جاوا ستاد بلان ميم كانوا سوليدار اونتر او سي لا بروميير فوا انا ما نكذبش عليك من كان امور اللي راهم في قلب لازم نهضرهم ما نقدرش نهضر واش الكونترال واش كاين لداخل من العام هذا ما كانوش سوليدار دوك لو ماتش تاع ستيف وين شتهم صح كانوا حابين يربحوا الماتش هذا خلينا من الانصار اللي كانوا يتنقلوا على الاكستيرير بالك جاب لي ربي هما اللي كانوا يعاونونا مي في بولوغين وين لاحظت باللي الملعب كان ولا فارغ كان امور ما نبناش واش غيتصرا ان شاء الله يكملوا كيما الماتش تاع وفاق ستيف يكونوا سوليدار كيما هما منا ان جروب سي با كو لي جوار ولا الاداره سي لي سيبورتر لاعب يسحق الانصار حنا ثاني ما نكونوا خاسرين ما نكونوا رابحين ما ان شاء الله حنا ما نكذبش عليك انا ان شاء الله ما نتمناش نخسروا ما غدوه ان شاء الله يكونوا بقوه ونفرحوهم وحاجه اللي راه نطرق ليها ان شاء الله ما نكونوا خاسرين ونخسروا الماتش ان شاء الله تاعك حنا اللاعبين نطلبوا باش نروحوا نصفقوا لي سيبورتر ميم بلاديفات باش نبينوا لهم باللي حنا عندنا مستوى ورانا حضاره ما يخفاكش اتحاد العاصمه كانوا على ليبوك كانوا يمدوا بها ليكزومبل دوك ان شاء الله نولوا الايامات هذيك ما يخفاكش ايضا ثاني كلا عندها برك ايناني ما لا كوب دافريك لا جوا ميم كنا خاسرين لا فينال وجاو في لايروب مطار هذيك انا اليوم جمعت الناس قاصتني مي ان شاء الله يكملوا يقعدوا في هذيك النظره يقعدوا في هذيك الصوره
باش الفريق اتحاد العاصمه يكمل من اتحاد العاصمه ماشي نهار ولا يومين ولا ثلاث ايام، كانوا اللي قبلنا وجاو لي موراهم وزادوا جاو زادوا جاو حتى لحقنا لهم، وزيد راه يجوا عباد واحد اخرين ويكونوا يدوا بلاصتنا ان شاء الله يكونوا برك سوليد اونتر هذا ماك. يعطيك صحه امين، الله يسلمك، ميرسي بوكو الصراحه ديالك، يعطيك صحه، الله يسلمك. تألقه اللافت هذا الموسم جعل منه من افضل العناصر في كتيبه النادي العاصمي التي يبقى فيها ابن ولايه ميلا واحدا ممن صنعوا افراح جماهير الاتحاد.